ولمناقشة نفوذ الميليشيات في العراق في ظل مخاوف من نقلها يعني أو مخاوف نقلها تقرير لمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد جبار الياسري. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا. منذ 3 سنوات كانت الميليشيات كما تعرفون المدعومة من إيران بطبيعة الحال تمطر السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ. توقف الأمر بشكل شبه كلي خلال السنة الماضية أو الفترة الأخيرة، وهذا التوقف وراءه مجموعة من الأسباب على ما يبدو. إلى ماذا ترجع هذا التحول في سلوك الميليشيات؟ طبعا توقف الميليشيات او ما يسمى بعدم استهدافها للمصالح الامريكيه او السفاره الامريكيه او القواعد الامريكيه هي بالاحرى عباره عن اكذوبه وعباره عن مسرحيه متفق عليها بين الامريكان انفسهم وبين هذه الميليشيات التي جاءت بهم امريكا. الميليشيات ليعلم الخاص والداني وجميع العراقيين انه هذه الميليشيات ولدت من رحم المشروع الامريكي الايراني. فلا يمكن ان تنطلي هذه الاكذوبه على ان هنالك خلاف أو هنالك عداء بين هذه الميليشيات الموالية من جهة إلى إيران والتي في نفس الوقت تهدد أمريكا وتتوعدها وترفع شعار كلا كلا أمريكا، وما هذه الشعارات إلا محض كذب وافتراء وضحك على العراقيين بأن هنالك عداء بين المشروع الأمريكي وما يسمى بين هلالين المقاومة الإسلامية. بالحقيقة هي المقاومة مقاومة للشعب العراقي ومقاومة لتدمير ما تبقى من العراق وتبادل الأدوار، وعبارة عن مسرحية. ما يحدث منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا هي عبارة عن مسرحية وتبادل أدوار بين الأمريكان. نعم. بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، ولا يوجد أي مجال، يعني لا يوجد أدنى مجال للشك بأن هنالك خلاف عقائدي أو خلاف سياسي أو خلاف بنيوي في بين الطرفين. هذه نعم. حقيقة يعلمها القاصي والداني، والدليل على ذلك أنه السفارة الأمريكية لم تتأثر والسفيرة الأمريكية تصول وتجول في العراق ويتم استضافتها حتى في المضائف العربية، يعني في المجالس العربية. وبالمناسبة أنا أود أن أشير إلى نقطة، أن هذه السفيرة نفسها، ربما هذه المعلومة غائبة عن بعض العراقيين وحتى الإعلاميين والناشطين، أن هذه السفيرة نفسها كانت موجودة في الكويت، كانت تمثل الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت، وتم طردها من الكويت لأنها كانت تتصرف نفس التصرف الذي تتصرفه الآن في بغداد، تصول وتجول وتستدعي وتذهب إلى حتى إلى شيوخ عشائر العراق. في الكويت تم طردها لأنها بدأت تتمادى وبدأت يعني تتجاوز الخطوط الحمراء كدبلوماسية وكممثلة ل دولة عظمى، والآن تعيد هذه. على ذكر هذا الموضوع أستاذ جبار، يعني هناك كما تعرف سياسة بايدن أو الحكومة الأمريكية نوع من الانفتاح مع إيران، محاولة توافق واتفاق من نوع ما في موضوع الملف النووي. هل لذلك علاقة في التحول الذي جرى، بمعنى آخر أن هذه الميليشيات التي تأتمر بأمر إيران خفضت خلينا نقول تصعيدها تجاه المصالح الأمريكية في العراق، لأن ذلك يعني يخدم الملف النووي الإيراني وموضوع المفاوضات؟ أخي الكريم، المسألة كما أشرت أنا في البداية هي عملية تبادل أدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لا يوجد أي خلاف، لا يوجد أي خلاف بين الولايات المتحدة وإيران على تقاسم ليس فقط العراق وإنما الهيمنة على الشرق الأوسط. والدليل على ذلك الاتفاقية السعودية الإيرانية بعد يعني بعد 7 8 سنوات تم التصالح بين الطرفين وإعادة المياه إلى مجاريها، والمشروع الإيراني ماضي ويتمدد ولا يوجد أي خلاف، بل بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية هي من مكنت إيران اللي أن تهيمن على العراق وتهيمن على سوريا ولبنان واليمن، والآن دخلت إلى الخليج يعني من باب الدبلوماسية ومن باب المصالحة ومن باب المشروع الصيني، وهذه كلها اتفاقيات دولية بين الدول العظمى المؤثرة على تقاسم تركة الشرق الأوسط وثروات الدول العربية والشعوب العربية. عينك عينك الآن يتبادلون الأدوار، وما يحدث هو عبارة عن أكذوبة أن الميليشيات خففت من
وضعت استهدافها للمصالح الامريكيه او للسفاره الامريكيه، بل انا اجزم ان هنالك اتفاق بين الطرفين كلما هدات الامور يعاد نفس السيناريو وتتكرر نفس المشاهد على ان يوحون للعالم ويوحون للشعب العراقي ان هذه الانتداب. طيب طالما الامر كذلك سيد جبار، لماذا بايدن بحسب معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجيه متخوف من تعامل السوداني مع الميليشيات؟ ويعني هل امريكا كانت تعتقد ان السوداني الذي اتت به الميليشيات قادر على تحجيمها؟ ابدا، بالعكس اخي، جميع من تسلموا رئاسه الوزراء في العراق منذ نوع يعني لنفرض جدلا يعني نستثني اياد علاوي و ابراهيم الجعفري، ولكن منذ وصول نور المالكي الى السوداني هم هذه الحكومات تعتبر حكومات ميليشياويه، لا يمكن لها ان تحظى بالدعم ولا يمكن لها ان تسير امورها اذا لم تكن مباركه ايرانيه ميليشياويه. والميليشيات في العراق هي حرس ثوري ايراني بامتياز يضبط ايقاع اي حكومه سواء هذه الحكومه او الحكومه القادمه. نعم. هل نهج إدارة بايدن الذي اتبعه واتسم بالصبر كما يعني يقول مراقبون مع السوداني يمكن أن يغير تعامل السوداني مع الميليشيات؟ لا أبدا، لا يستطيع، لا السوداني ولا من سبقه ولا من يأتي سوف يأتي بعده، لا يمكن أن يقول لا أو يعيد ضبط إيقاع الميليشيات أو يمنعها من التصرف. والدليل أفضل دليل أنه أغلب وزراء السوداني هم من الميليشيات، يعني وزير التربيه، وزير الصناعه، وزير الصحه، وزراء يعني الوزراء الذين استلموا حقائب هذه الوزارات هم يعني كانوا قاده في الميليشيات، فكيف يعني يستطيع السوداني ان يقدم اظافر الميليشيات او يمنعها من التدخل في العمل الحكومي؟ واليوم الولايات المتحده الامريكيه بالمناسبه تدعم وزاره التربيه والتعليم او وزارة البحث العلمي بملايين الدولارات، ب 16 مليون او ما شابه ذلك، لإضافة برنامج المثليين في الثلاث جامعات في العراق. يعني عينك عينك تدمير منظومة القيم والأخلاق في هذا البلد ودعمه بالمال لكي يعني هذا المشروع، مشروع المثليين ومشروع السقوط الأخلاقي وتدمير نعم. البنى الاجتماعية في هذا البلد مستمر على قدم وساق. نعم، السيد جبار الياسري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.